كنا في الجلسة الماضية توقفنا عن جزئية البحث من خلال علامات الاقتباس، وقلنا إن علامات الاقتباس دي بتوجه المتصفح إلى تحديد وتحجيم البحث حوالين كلمة بعينها أو جملة بعينها. فعلى سبيل المثال، لو أنا عندي مثال شائع أو كلمة معينة أو جملة أنا ببحث عليها بالنص، أنا عايز الجملة دي تبقى ذكر بالنص في الموقع ده، لأن لو بدون علامات التنصيص كده شلتهم اهو، هشوف الفرق هيبقى كبير. يعني لو شلت كده عمليه التنصيص دي، شلت اللي قدام اللي ورا، دوست انتر، شوف حضرتكم كام؟ 254,000، يعني تقريبا 1000 ضعف. في حين لما انا حطيت على 200 التنصيص اداني نتائج قليله. ده ايه معناه يا حضرات؟ انه على 200 التنصيص دول معناهم انت بتتحكم في المتصفح او بتجبره او بتقول له استبعد لي كل النتائج اللي الثلاث كلمات دول او الاربع كلمات دول مش موجودين بالنص فيها، يعني بتحدد للمتصفح انه فقط يجيب لك او يظهر لك النتائج اللي فيها الجمله دي بالنص كده بالنص. خاصه لما تبقى انت بتبحث عن مقوله مشهوره مثلا او جمله مشهوره، فعايزها هي بالنص وعايز الصفحات تتكلم عنها بالنص، فانت تقدر بمساعدة علامات التنصيص انك تجد المتصفح يبحث لك عن دي فقط. ده فيما يتعلق بعلامات التنصيص. طيب، في بقى ادوات تانية انت ممكن تستخدمها عشان تحسن موضوع البحث بتاعك. على سبيل المثال، حبيت تستبعد نتيجة او تزود نتيجة، يعني تضيق نطاق البحث او توسع نطاق البحث، عندك مجموعة تانية من الادوات نمر عليهم سريعا كده. يعني انا هقول له مثلا الحضاره المصريه، برضه اهو بحثت عن الحضاره المصريه، قال عندك كام؟ 606 مليون و120 الف. جميل خالص. طب انا عايز اضيق نطاق البحث بحيث مثلا البحث ده ما يشملش الدوله الرومانيه مثلا، انا عايز اقول الحضاره المصريه استبعد لي منها اي حاجه ليها علاقه بالحضاره الرومانيه. اعملها ازاي؟ حد عنده فكرة؟ ها؟ عند طريقتين، إما استخدام الأدوات الحسابية أو بسموها المعاملات الحسابية أو المعاملات المنطقية. المعاملات الحسابية بدوس مسافة بعد النص ما كاتبه، دوست مسافة وأقول له ناقص. يعني إيه ناقص؟ استبعد. كلمة ناقص دي في البحث يعني هات لي أي حاجة عن الحضارة المصرية بدون ما تجيب لي نتائج أو استبعد نتائج مثلا الحضارة الرومانية كده. يبقى قال لي عندك 1,020,000، يعني استبعد كل الصفحات التانية كان بيتكلم عن الحضارة المصرية وفيها جزء بيتكلم عن الحضارة الرومانية، فهنا قال لي خلاص أنا استبعدت لك كل النتائج اللي بتتكلم عن الحضارة الرومانية. يبقى كل النتائج دي المفترض مالها ما فيهاش الحضارة الرومانية. ماشي حضرات؟ يبقى أنت كده تقدر تستبعد من النتائج ما يتعلق بالعصر أو الحضارة الرومانية. طيب لا، أنا عايز أقول له مثلا هات لي الحضارة المصرية وزود لي معاها، عشان ده سؤال بيجي في الامتحان، زود لي معاها الحضاره مثلا الفينيقيه، يبقى زائد الفينيقيه كده. يبقى هات لي الحضاره المصريه واي حاجه معاها كمان تتكلم عن الحضاره الفينيقيه، يبقى الحضاره المصريه وما يتعلق بها مع الحضاره الفينيقيه. اتضح دي حضرات؟ يبقى هات لي اي حاجه في الحضاره المصريه والحضاره الفينيقيه. طب اعملهم زي بطريقه ثانيه دول. متصفح تقريبا فصل نشغل من جد. لو انا عايز بقى اعملها بالانجليزي بقى، اللي هم الاند والاور والنوت، ودول بيجي عليهم سؤال في الامتحان. اكثر محددات البحث استخداما الأدوات المنطقية استخداما في البحث أو الأشهر، اللي هم الأند والأور والنوت. نشوف مع بعض. أقول له مثلا
ليرنين نوت تيتشنج. أنا عايز التعليم مش التدريس. يبقى هات لي أي نتائج عن التعليم وبلاش موضوع التدريس ده. يبقى أنا بقول له هنا استبعد لي، هي نفسها اللي بسبب عنها الناقص، يعني أنا ممكن أشيلها دي هنا وأكتب مكانها ناقص. يبقى النوت هنا تدل على استبعاد نتائج معينة. هات لي أي نتيجة عن كذا وبلاش نتائج عن كذا. تبقى أنت مثلا بتعمل نتيجة أو ما تعمل بحث مثلا عن الرياضة في مصر، عايز تقول له ابحث لي عن أي حاجة في الرياضة، بس بلاش الدوري المصري، بلاش دوري السلة، بلاش كرة الطائرة، يعني اعمل لي أي حاجة عن الرياضة بس بلاش حاجة معينة، أنا مش عايز نتائج عندي. استبعد لي أي نتيجة تيجي عن كذا، ماشي حضرات؟ طيب، أو أقول له learning or teaching، أنا عايز نتائج عن التدريس أو التعليم، وده بيجي في الامتحان. يقول لي استخدام اور في البحث يقوم بتوسيع نطاق البحث ولا تضييق نطاق البحث؟ من وجهة نظر حضراتكم توسيع وتضييق؟ تضييق ايه توسيع توسيع؟ لان انا بقول له دي توسيع دي او دي، يعني تضييق لقيت ده توسيع، توسيع نطاق البحث. انا هنا لو اول كنت اقول له ايه ليرنينج نوت تيتشنج، انت هات لي نتائج عن التعليم مش عن التدريس، يعني استبعد التدريس. لكن انا بقول له التعليم او التدريس، يعني ده ما قلتوش هات ده، انا وسعت بقى، بدل ما كنت اقول له هات فلان واستبعد فلان، انا بقول له هات ده او ده او الاثنين مع بعض. يبقى هات ده او ده او الاثنين مع بعض. فهنا تقول الحضرات وسعت نطاق البحث شويه. عندك برضه حاجة اسمها الاند. الاند معناها انا عايز الاثنين مع بعض. يبقى ليرنينج اور تيتشنج يجيب نتائج عندي او عندي. لكن لما اقول له اند، انا كده قلت له اند معناها هات لي نتائج كلمة تعليم فيها مرتبطة بكلمة تدريس، يعني هما الاثنين قاعدين في صفحة مع بعض. ماشي حضرات؟ دي الاند والاور والنوت. الاند والاور والنوت. اند لما بقول له اند يعني التعليم مع التدريس، او اقول له التربيه والتعليم زي كلمه التربيه والتعليم، او التربيه بدون التعليم. اقول له هات لي اي حاجه عن التربيه وبلاش كلمه التعليم، مش عايز كلمه معاها. او اقول له التربيه ناقص التعليم، او التربيه نوت التعليم، او اقول له التربيه والتعليم، انا عايز اي حاجه عن التربيه والتعليم، او اقول له التربيه زائد التعليم. هات لي اي حاجه عن التربيه واي حاجه عن التعليم كلهم مع بعض. ماشي حضرات؟ حد عنده اي استفسار حد دي؟ طيب الحاجه اللي بعديها، حضرتك مثلا بتبحث عن حاجه داخل موقع معين، بتبحث عن حاجه داخل موقع معين، تعملها ازاي بقى؟ حد عنده فكره؟ لو انا ببحث عن حاجه معينه داخل موقع معين اعملها ازاي؟ مع بعض كده اقول له مثلا انا ببحث عن ريزلت، تمام، سايت سيمي كولون كده، واقول له www.svu.edu.ed. انا ببحث على النتيجة اللي قاعدة فين في موقع جمع جنوب الوادي، شوف لي أي نتيجة في موقع جمع جنوب الوادي. فأنا مستخدم هنا بعد كلمة سايت الكولم، والكولم اللي هو إيه؟ كولم اللي هو بتيجي في الامتحان، اللي هو إيه؟ النقطتين فوق بعض. لكم معاك معايا في الصورة؟ أنا كبرت شوية كده الشاشة. استخدم النقطتين دول للبحث عن موقع معين اللي تيجي في الامتحان. دي في الامتحان خلي بالنا منها، اللي هي دي نقطتين فوق بعض دول. انا بقول له نتيجه جمع جنوب الوادي الموقع ده، النتيجه في الموقع ده او التنسيق، واكتب له موقع التنسيق بتاع وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي. او اقول له مثلا
وظيفة زائد اليوم السابع أو خبر معين وموقع اليوم السابع، بحيث هو يبحث لي في موقع بعينه. السؤال بتاعها في الامتحان يقول لي للبحث داخل موقع معين استخدم الكولم ولا سيمي كولم اللي هو الفصلة المنقوطة ولا ولا. طبعا أنت بتستخدم مين الكولم؟ راس حضرتك في أي إشكالية في الجزئية دي؟ طيب نبحث مع بعض كده نجرب نشوف هيعمل إيه. هيجي السؤال ازاي عليها اللي هي حتة النقطتين اللي فوق بعض ما دي انا يا قلت دكتور؟ لحضرتك السؤال يا دكتوره مرتين، السؤال بيسالني لو انت حضرتك حبيت تبحث في موقع معين، انت عايز تبحث عن وظيفه في موقع الاخبار، ايه هتستخدم؟ الكولم النقطتين فوق بعض، بكتب كلمه وظيفه نقطتين فوق بعض واقول له الاخبار دوت كوم او ايا كان. انا عايز ابحث عن النتائج في موقع جمع الدبلومات، فبقول له ريزلت نتيجه يعني. سايت انت تبحث جواه ونقطتين واقول له كذا كذا كذا، قال لي ادي ادي كل حاجه خاصه بموقع جامعه الجنوب دلوقتي فيها علاقه بالنتيجه. اهو مش حضراتكم شايفين اهو نتائج الطلاب، بوابه الطلاب، نتائج الطلاب كليه التربيه، رئيس جامعه الجنوب دلوقتي في كلمه نتائج، كليه حاسبات معلومات نتائج الامتحانات، اعلان نتائج كليه التجاره، اي حاجه فيها علاقه بالنتيجه، كل يعني ايه؟ انا كده حددت له الموقع اللي هو هيشتغل عليه، هو بيقول لي لو انت حبيت تبحث داخل موقع معين تستخدم ايه؟ اقول له استخدم الكولم. الكولم اللي هو ايه؟ النقطتين اللي فوق بعض. فيهم مشكلة ده؟ لا شكرا. ماشي. طيب لا أنا عايز بس أن أقول له سبورت أو أقول له مثلا كلمة بلاش في سبورت دي، خلينا مثلا إيه، خلينا نخدم كلمة وور مثلا، كلمة حرب أو كلمة هاني. ما دام جا هاني يبقى هاني، هاني كلمة هاني معناها عسل، حد بيسأل عن ايه يعني كلمة هاني H O N E Y هاني. أنا كتبت كلمة عسل دلوقتي فجاب لي كام نتيجة؟ 3 مليار 640 مليون نتيجة عن كلمة عسل، يعني في 3 مليار صفحة و640 تقريبا 3 مليار ونص صفحة فيهم كلمة هاني أو عسل. في كام ثانية؟ قال لي 30% من ثانية، في ثلث ثانية بغض النظر عن السرعه اللي هو جاب بيها. طب لو انا دلوقتي قلت له مثلا هاني بي نحل العسل او عسل النحل، هاني بي نحل العسل، كام نتيجه؟ سبحان الله كانوا من شويه 3 مليار بقوا 3 مليون بس دلوقتي 300 الف نتيجه. ليه؟ انا حطيت معاها كلمه ثانيه. طب لما انا جيت كده هنا حضرات وقلت له كلمه هاني دي هات لي كلمه هاني مقصود بها اي حاجه، مقصود بها جمال، مقصود بها حلاوة، مقصود بها عسل، مقصود بها أي حاجة، وأقول له النجمة دي. فالنجمة يا حضرات أو الستار، الزميل فتح المايك، الزميل فتح المايك، النجمة والستار دي حضرات أنت بتحطها في البحث بتاعك عشان توسع نطاق البحث بحيث يشمل اي نتيجه، او بتقول له هنا في جزء مفقود انا مش عارفه، انت حط اي متغير معك، اي كلمه تمشي مع كلمه عسل هات لي عنها نتيجه، واقول له انتر. يس. اقول له ايه؟ اقول له سيرش. فالنجمه اللي انا حطيتها دي جنب اي كلمه ده معناه يا حضرات بيجيب لك اي كلام ليه علاقه بكلمه عسل، كلمه عسل في اي محتوى هيجيبها لك باستخدام الستارس دي تورد دي في الامتحان. الستار دي حضرات معناها هو بيكمل جزء مفقود انت مش عارف، انت مش عارف تبحث عن ايه بالظبط، هات اي حاجه فيها عسل وخلاص، فبتحط كلمه ايه؟ كلمه نجمه، بتحط رمز النجمه، مهم جدا ده هي في الامتحان. النجمه يا حضرات دي معناها انه يبدا هو يزود لك اي كلمه تمشي مع كلمه عسل او الكلمه اللي انت بتكتبها، او يعني عباره عن عنصر غايب انت ما عارفوش هو ايه بالظبط، فهو بيكمل من عنده. ماشي حضرات؟ اي صفات في الجزئيه؟ ها؟ في اي صفات في الجزئيه قدام ما سيعديها؟ شكرا. اللي بعده، والله انا مثلا رحت فانا عايز اعرف المواقع الشبيهه بموقع معين. على سبيل المثال عندي موقع مثلا زي موقع جمع الجنوب دلوقتي، انا عايز كل الصفحات اللي معموله في الموقع ده او شبه،
او عند موقع بتاع مثلا سوق دوت كوم، فانا عايز سوق دوت كوم بتاع الامارات، سوق دوت كوم بتاع مصر، سوق دوت كوم بتاع كذا وكذا وكذا، او عندي موقع معين وعايز اشوف ايه المواقع اللي شبه، اعملها ازاي؟ كل سهله بسيطه، هتيجي في البحث كده وتقول له ريليتد، تقول له نقطتين فوق بعض حتى هو يجيب لي حاجه شبيهه زي كده، واقول له مثلا امازون، انا عايز المواقع اللي شبه موقع امازون ده، في عندك موقع امازون مصر وامازون اسمه ده دبي وامازون ليبيا وامازون ايطاليا وامازون امريكا وامازون كل الدول، فهتلاقي هنا هي مقسمه كره بعضهم، دي كل المواقع او الصفحات الشبيهه بكلمه www.amazon.com، اي صفحه شبه دي اجيبها تحت قدامك ده، فبيقول لك عندي كام نتيجه؟ عندي 3 مليار 380 مليون نتيجه، يعني حوالي 4 مليار صفحه شبه كلمه امازون، طبعا انت وماشي كده، انت وماشي. الصفحات دي كلها شبه اللي فوق، امازون واقسامها بقى، امازون واقسامها في كل دول العالم، انت وماشي كده. كل ما تلف يجيك حياه ثانيه، كل ما تلف لتحت يجيك حياه ثانيه، وانت وماشي. وانت وماشي. ماشي حضرات؟ فانت لما تبقى مثلا عايز موقع شبيه بالموقع ده، تكتب له اسم الموقع هنا ويبدا يجيبه لك بشكل مباشر، او على سبيل المثال مثلا لو اخذنا موقع ثاني، لو حد يقترح من حضراتكم موقع يعني تفضلوا، نقول اس في يو دوت اي دي يو دوت اي دي، انا عايز المواقع شبيه موقع الجامعه، الصفحات اللي موجوده جوا موقع الجامعه، قال لي عادي انت وماشي بقى. اهو اهو دي كلها صفحات خاصه بمجلس الجامعه او خاصه بجامعه جنوب الوادي، انت وماشي كده. كم النتيجه؟ 31 مليون. اهو اي حد عامل حاجه شبه الموقع ده هيجيبها لك، انت وماشي كده، انت وماشي اهو. كل الحاجات اللي فيها ذكر الصفحه دي شبهها هيجيبها لك، انت وماشي. ماشي حضرات؟ في اي تعقيب من حضراتكم او اضافه؟ طيب بالاضافه للحاجات دي، قال لي جوجل يقدر يعمل العمليات الحسابيه، تدي له عمليه حسابيه يقدر يعملها لك، مش بس كده، ويقدر كمان يحول لك عملات واخلاق. وعلى سبيل المثال انت عايز تقول له مثلا شوف لي 10 في 10 بكام؟ 10 في 10 انتر، يقول لك الاله الحاسبه قدامك يعني، ويقول لك دول بيساوي كام؟ بيساوي 100. مش بس كده طبعا، ده بيديك اله حاسبه، الاله الحاسبه فيها الشكل العلمي، كنت عايز الاله الحاسبه العلميه، عايز الاله الحاسبه العاديه، طبعا تقدر تحسب اللي انت عايزه، والقصور والجذور والكلام ده كله تقدر تعمل اللي انت عايزه. ممكن تقول له جذر ال 100، ال 100 بيساوي كام؟ بيساوي 10، يعني 10 اس 10 بيساوي 10 اس 2 بيساوي 100، فالجذر عكس عكس مين؟ عكس الاس. ماشي حضرات؟ يعني هو اللوغاريتمات اللي بينهم. الشاهد يعني انت هنا ممكن تعمل ايه؟ انت هنا ممكن تعمل عمل حسابيه، تقول له 10 في 10 ناقص 10 على 10 زائد 10، يعني اعمل اي عمليه حسابيه معاك حطها له هنا كده، هو اوتوماتيك هيبدا يحسب لك لو انت مش عندك اله حاسبه او مش قدامك اله حاسبه او صعب انك تستخدم الاله الحاسبه المتاحه معاك، هو جوجل يقدر يعملها لك بشكل مباشر. جوجل يا حضرات يقدر يساعدك انك تعمل تحويل العملات، اقول له مثلا اي جي بي تو يو اس دولار مثلا، انا عايز احول من دولار لمصري او من مصري لدولار، قال لي والله ادي 1 دولار و1 جنيه مصري بيساوي 32 من ال1000 من الدولار، يعني مش محصل حتى اي حاجه. او اقول العكس، انا عايز احول من دولار لمصري، طبعا انت تحط الرقم هنا، تقول مثلا 1 دولار بيساوي كام بالمصري؟ 30 جنيه و90 قرش. ده لو انت حبيت تحول بالدولار، طبعا عندك مواقع كتير لكن اشهرهم ده الموقع اللي بيظهر لك بشكل مباشر على جوجل. ماشي؟ مش بس كده طبعا، تقدر انت تحول عملات، اقول له مثلا من تون تو تو كيلو جرام مثلا، طبعا الحد سهل لكن انت ممكن ايه؟ تبقى محتاج حد غير كده يعني، اهو قال لك 1 طن بيساوي 2000 باوند، يعني تقريبا الباوند نص كيلو،
وهكذا، تقدر انت تعمل تحويل للعملات او تحويل للاوزان او الاطوال او اللي انت عايزه، اي وحده قياس يعني. خلاص يا حضرات، حد عنده اي استفسار في الجزئيه دي؟ طيب، اللي انا بكتبه هنا ده، اللي انا بكتبه هنا ده كلمه الحضاره المصريه. كلمه الحضاره المصريه اسمها ايه هنا؟ كلمه الحضاره المصريه هنا اسمها ايه؟ او اسميها ايه؟ عشان دي برضه سؤال عليه سؤال في الامتحان. كلمة الحضارة المصرية أو أي كلمة أنا بكتبها بسميها إيه؟ مدخل يعني بيان مدخل. أيوه تمام، ده اسمها بيان البحث. اسمها إيه يا حضرات؟ بيان البحث، أو ليها اسم ثاني، كلمات مفتاحية. بقول لك حط الكلمات اللي أنت عايز تبحث عنها، يبقى اسمها بيان البحث أو اسمها الكلمات المفتاحية، وهما الاثنين بيجوا في الامتحان. بيقول لك الكلمات المستخدمة في البحث تسمى نقط، بيان البحث ماشي أو كلمات مفتاحية ماشي. بس كلمة كلمات مفتاحية دي أنت بتبقى عندك كذا كذا أوبشن، لكن بيان البحث الكلام اللي أنت بتبحث عنه بالفعل، اللي هو ده مثلا كلمة الحضارة المصرية، يبقى دي اسمها إيه؟ الكي وورد بتاعتك أو الكلمات المفتاحية. ماشي حضرات؟ طب أنا لو مش عايز البحث ده، أنا عايز حاجات أكثر دقة من كده. أنا عايز ملفات بي دي إف أو ملفات باوربوينت أو وات إيفر، حاجة معينة. قال لي خلاص في حاجة عندك اسمها إيه؟ البحث المتقدم. معايا اللي هيشتغل معايا كده، هتروح علامة السيتنج دي أو الإعدادات وتدوس عليها هنا كده، وهتنزل تحت تلاقي حاجة اسمها إيه؟ اسمها بحث متقدم يعني. تاني أهو، هتلاقي علامة السيتنج الإعدادات، هتروح البحث المتقدم، تدوس على البحث المتقدم. ومن بحث متقدم هنا بقى هيقول لك اكتب انت عايز تبحث فين. فاكرين الحاجه اللي خدناها من شويه، انك تكتب بين عنقين تنصيص او ناقص او زائد او اند، هم دول. بيقول لو انت كتبت هنا، انت كده بتجبر المتصفح انه يبحث عن الجمله دي فقط، جميع هذه الكلمات، لان لازم الصفحه يبقى فيها الكلمتين دول، سواء كانت الكلمتين دول جنب بعض او مش جنب بعض. اهم حاجه ان الصفحه مالها تحتوي على جميع هذه الكلمات، يعني لازم الصفحه اللي انت هتجيبها لي يا جوجل يبقى فيها كلمه الحضاره وكلمه المصريه، هما الاثنين ورا بعض بنفس الترتيب او مش ورا بعض، دي قدام دي ورا، المهم ان هما الاثنين فيهم ايه؟ موجودين في الصفحه. طب لو انا كتبت في الثاني ده هنا كده، قال لي هذه الكلمه او العباره بالكامل لابد ان تحتوي الصفحات في الحلبيه على الجمله دي بالنص، والحته دي تحديدا او الموقع ده او المكان ده بيساوي هناك انك تحط علامتين التنصيص، انك تحط علامتين الترقيم بتاع الجنب اليمين اللي هو في البدايه والنهايه. يبقى هنا كانك تستخدم جوجل العادي مع وضع علامات التنصيص، انك تجيب المتصفح يبحث لك عن ايه؟ يبحث لك عن الجمله بالنص. طيب الثالثه دي كنترول اكس كده، بتقول له هنا ابحث لي يا اما عن كلمه الحضاره بس او كلمه المصريه بس او كلمه الحضاره المصريه، ورا بعض مش ورا بعض، اهم حاجه فيهم اي واحده من دول. يبقى اللي فوق لا، لازم هما الاثنين يبقوا قاعدين سواء ورا بعض او مش ورا بعض، اللي فوق اللي هنا دي لازم يبقوا موجودين بنفس الترتيب ده بنفس النص ده. اللي تحت دي اهم حاجه اي واحده منهم قاعده، هم الاثنين قاعدين ماشي، واحده منهم قاعده ماشي بنفس الترتيب مش بنفس الترتيب. وحتى هنا بيقول لي هو حضرتك مهتم بالكم كده، بيقول لي هنا يبقى في علامتين تنصيص، هنا يبقى في اور، دي يعني الحضاره او المصريه، اي كلمه من دول. هات لي كلمه الحضاره ماشي، كلمه المصريه ماشي، كلمه الحضاره والمصريه مش مشاكل، ورا بعض مش ورا بعض مش هيفهمني الحال. ماشي حضرات؟ لا شيء من هذه الكلمات لما اقول له الرومانيه، زي ما خدنا هناك لغة العصر، يعني استبعد لي روماني، استبعد لي اي حاجه ليها علاقه بالرومانيه او بالحضاره الرومانيه. زي ما حضرتكم ايه اهو بيقول لك هنا زي كلمه ناقص، زي وضع علامه ناقص، اللي هم اللي هناك بس بشكل ايه مختلف. طبعا الارقام هنا لو انت بتبحث مثلا عن الحضاره، عن سياره مثلا، سياره مرسيدس ماشي، تقول له انا عايز ثمنها مثلا يكون ما بين
$5,000 إلى 10,000 دولار مثلا. ابحثت عن أي سيارة مرسيدس ثمنها من 5 ل 10. فلو أنا ببحث مثلا عن لابتوب مثلا، لابتوب أقول له مثلا ثمنه من كذا لكذا، أو وزنه من 1.5 كيلو جرام كده كيجي إلى، طبعا في ناس بتبحث بالوزن على فكرة، يعني حاليا اللابتوبات بيقسموها بس ان هو حسب الوزن خفيف الاثنين مثلا كيلو جرام وهكذا. انت ممكن تبحث عن وزن، ممكن تبحث على سنوات. لما انا اقول له والله انا عايز مثلا عربيه من انتاج 2000 لغايه 2020، انت ممكن تقول له من 2000 ل 2020. فانت بتبحث ايه حسب ايه انت بتبحث عنه يعني. الشاهد يعني عشان وقت حضراتكم، في بقى لو انت حبيت تضيق نطاق البحث اكتر، تحدد بقى تجيب نتائج اقصى دقه بقى، هتقول له برضه نفس الفكره. هنرجع تاني احنا نقول له هنا نحل العسل عشان بس يجيب نتائج دقيقه، يعني نحل العسل واجي تحت بيقول لي انت عايز نتائج باي لغه، يعني انت كاتب عربي انا هجيب لك عربي الاول وبعد كده ابحثك في الانجليزي والفرنساوي. طب انت لو عايز تضيق هتقول لا انا عايز لغه واحده، فانت ممكن تيجي هنا كده تقول له انا عايز عربي بس، او امريكي بقى، او انجليزي بس، او روماني بس. يبقى انت هنا بتحدد له اللغه اللي هو هيجيب لك بيها النتائج، مش الكل. انت كده اي لغه يعني هيجيب لك كل الملفات اللي فيها نحل العسل العربي ثم يكذب على اللغات الاخرى. فانت ممكن تضيق نطاق البحث ان هو يبحث في عربي بس، تنزل كده بقى هنا وتدور على اللغه العربيه اهي. يبقى هو كده انت حددت له واجبرته ان هو يبحث بالعربيه فقط. طب بيقول لي ابحث لك في الملفات اللي اتنشرت فين؟ اتنشرت في مصر، اتنشرت في السعوديه. يعني انت ممكن تقول له كمان انا عايز الملفات اللي عملوها مصريين، او اللي عملوها سعوديين، او اللي عملوها جماعه طليان، او اللي عملوها جماعه ليبيين. يعني انت برضه بتحدد البلد او المنطقه اللي تم فيها البحث اللي انت عايزه ده، او تسيبها مفتوحه بقى عشان يبقى عدد النتائج اكبر شويه. طيب مش بس كده، بيقول لك ابحث لك او اجيب لك نتائج عن اللي انت كاتبه ده تبقى اتنشرت امتى؟ من اول ما اخترعوا الانترنت يعني حياه من زمان، ولا من اسبوع، ولا من شهر؟ يعني انت النتائج انت عايزها دي تبقى امتى اتنشرت على الانترنت؟ فبيقول لك ايوه، ولا في اخر 24 ساعه، ولا الاسبوع اللي فات، الشهر اللي مات، اللي فات، العام الماضي. انت ممكن تقول له انا عايز اخر مثلا سنه. طيب بنقول لك انا بعد كده ابحث لك في موقع معين، ربما انت كشخص عارف انه في موقع معين هتلاقي فيه نقطه من الملفات، او في ملف معين انت عايز يجيب لك الموقع ده. يبقى ممكن اقول له والله ان هنا مثلا ابحث لك موقع وزاره الزراعه مثلا، او موقع وزاره التعليم، ايا كان طبعا الموقع اللي انت عايز تبحث هو. يعني انت على سبيل المثال لو بتبحث هنا عن تنسيق الثانويه العامه او نتيجه الثانويه العامه، هتقول له انا عايز موقع التربيه والتعليم عشان ما يقعدش يلف كتير، يديك الموقع بشكل مباشر. يبقى انت كده بتقول له انت هتبحث لي بعيدا عن كل المواقع والاعلانات المضلله، الموقع ده اللي انا عايزه. هو اوتوماتيك كده عندك الصفحه اللي فيها النتيجه بشكل مباشر لو انت حابب يعني. طيب اي مكان في الصفحه انت كاتب كلمه نحل العسل هنا، او كلمه نتيجه مثلا، او كلمه ثانويه عامه، ابحث لك تبقى الكلمه اللي انت بتبحث عنها دي تبقى ذكرت فين في الصفحه؟ فوق زي كده في العنوان، ولا في اليو ار ال، ولا الكلام عادي زي كده في الصفحه كلام عادي، ولا عباره عن رابط؟ يعني ايه رابط زي كده؟ دوس على الكلمه تلاقي رمز اليد النشطه، يعني رابط ده لينك يوصلك لمكان تاني. فانت بتحدد اي مكان في الصفحه بالظبط. بعد كده يقول لك اي تنسيق، انت عايز صفحه انترنت عاديه، ولا عايز كتب، ولا عايز PDF، ولا عايز فيديو، ولا عايز صور؟ فانا ممكن اقول له والله انا عايز بحث مثلا، وعايز عنه مثلا PDF، انا عايز ملفات PDF عن الموضوع ده، او عايز ملفات وورد، وانت عايز وورد اهو، او عايز باوربوينت. يعني طلب منك باوربوينت عن موضوع معين وانت ما عندكش وقت تعمله، مش عندك وقت، فانت عايز حاجه جاهزه كده تعدل فيه. ممكن تقول له انا عايز باوربوينت، هات لي باوربوينت كده يلا. طب بيقول لك الباور بوينت انت بتبحث عنه، او الوورد، او ايا كان ده، عايزه حاجه متاحه للجميع، ولا حاجات بتخضع لحقوق ملكيه فكريه؟ طبعا انت برضه بتشوف اللي انت عايزه من هنا وتختار.
وتقول له بحث مقدم، يقوم يجيب لك بقى ايه حسب اللي انت اخترته. اهو حسب اللي انت اخترته طبعا انت ماشي كده، انت ماشي. طب حسيت ان البحث ده برضه لسه عايز يتظبط اكتر من كده، هترجع تاني، ترجع تاني في البحث المتقدم ده، وتيجي هنا وتقول له لا خليني مثلا في اي سنه، خليها في اي مكان، وخليها باي لغه، بحيث ايه توسع نطاق البحث شويه. طبعا انت بتتحكم هنا تشتغل ازاي يعني، وقول له ابحث. ماشي حضرتك؟ مش رمى طول ده، هو عامل ايه؟ هو المطاط ماشي حضرتك؟ فهنا بقى ايه؟ هجيب لك نتائج عن اللي انت بتتكلم عليه. طبعا مش نافع معاك ده، انت ممكن تروح تقول له انا عايز بي اف. عايز بي اف. هتلاحظ من فوق بقى زي ما شفنا هنا من شويه كده، كتب لك فايل تايب بي بي تي باور بوينت. انت ممكن تكتب له هنا مثلا بي دي اف، انا عايز بدل دي خليها لي بي دي اف. بي دي اف انتر، فهيجيب لك ملفات بي دي اف كله بي دي اف اللي انت عايزه، وعلى حسب انت بتبحث عليه هو هيبدا يجيب لك نتائج زي ما انت بتكتب. ماشي حضرات؟ ده فيما يتعلق بتطبيق نطاق البحث او توسيع نطاق البحث انت وشغال على المتصفح. حد ايه الصف الجديد ده ما عديها؟ دكاترة تمام، شكرا يا دكتور، شكرا. هيا دكتور معي حضرتك. ماشي، نشوف بقى الجزئية اللي بعديها. هنتكلم دلوقتي عن جوجل سكولر. طبعا اكيد حضراتكم بتستخدموا جوجل سكولر، تستخدموه ولا مش بتستخدموه؟ سريعا كده، نفسي مش عارفة استخدمه. لا ده جوجل سكولر ده زي جوجل العادي بس طبعا بحث علمي، يعني انت عايز اي بحث خش على جوجل سكولر. لو حد عايز يبحث بشكل سريع جوجل سكولر هتلاقوه قاعد هنا اهو، فين وفين وفين وهنا، مش قاعد اهو، مش قاعد ده، مش قاعد هنا ولا قاعد هنا، سكولر سكولر. على كل حال نكتب سكولر فوق هنا، سكولر كده، وادي جوجل سكولر الباحث العلمي الخاص بجوجل، عشان ده بيجي عليه سؤالين او ثلاثه في الامتحان. يعتبر جوجل اكبر قاعده علميه متاحه لجميع الباحثين سواء من مصر او غير مصر، عشان السؤال بيجي هنا مرهون احيانا ببنك المعرفه. فجوجل يا حضرات او جوجل سكولر ده زي ما بيقول كان انطلاقه نقل علميه كبير، خاصه ان جوجل اتاحت التعامل كل الناس اللي عندهم جيميل وحتى اللي ما عندهمش جيميل ان هم يوصلوا للابحاث العلميه. جوجل سكولر ده حضرتك بيوفر ابحاث في كل المجالات، لانه برضه مرتبط بقواعد بيانات تانيه كتير جدا جدا جدا، بحيث ان حضرتك تكتب له اسم الموضوع اللي انت عايز تبحث عنه او تجيب ابحاث عنه، وهو بيبدا بشكل مباشر يديك نتائج. على عكس بنك المعرفه، بنك المعرفه حصري للمصريين، عشان دي حته دي في الامتحان. جوجل سكولر مفتوح لجميع الباحثين من جميع دول العالم. ثاني اللي بيجي في الامتحان، جوجل سكولر ده مفتوح او متاح لجميع الباحثين من جميع دول العالم، لكن بنك المعرفه المصري يا حضرات ده متاح فقط للمصريين. يبقى جوجل سكولر ده تدخل تبحث عن اي ملفات او ابحاث موجوده عليه، سواء كان الابحاث دي منشوره بشكل كامل او بشكل غير كامل. يعني ايه؟ احيانا تبقى البحث مش منشور كله، البحث اللي منشور منه او اللي موجود منه اونلاين ومتاح انك تقراه عباره عن الملخص بتاعه، العنوان والملخص. طب وباقي البحث لا، لازم تدفع انت او يبقى عندك امكانيه الوصول او الاشتراك عشان تقدر تنزل البحث ده. طبعا جوجل سكولر بيجيب لك سواء ده او ده، بغض النظر هو متاح كله او متاح جزء منه، وانت بعد كده بقى قصتك مع المجله او طريقتك الخاصه انك تنزل البحث ده. فجوجل سكولر
بيشتغل عادي، وزي ما قلت هو شغال مع كل الناس. طبعا يبقى شكل افضل لو انت امتلكت حساب على جوجل، لانه بامتلاك حساب على جوجل تقدر تعمل حاجات تانية، لو مش مشترك مش هتقدر تعمل. على كل حال خلينا سريعة كده نفتح جوجل اكسبلور مع بعض، تشتغلوا معايا اشتغل ببطء شوية ولا ايه؟ هو مش عاملين حسابنا دلوقتي، ما شغلتوش بصراحة يعني دكتور. طيب لو حد من حضراتكم حتى ما عندوش جوجل اسكولر، يعني لو حد شغال على الموبايل قدامه او شغال على الكمبيوتر، يكتب جوجل معايا في جوجل العادي واكتب سكولر، افتح له جوجل. ده جوجل ده حضرتك كده هتلاقي على الاقصى اليمين عندك اسم المستخدم، انت مسجل بيه هنا، مسجل باسم هنا محمود عباس اهو بالجيميل بتاعي. يعني اي حد معاه جيميل، اي حد معاه جيميل معاه جوجل، اي حد معاه جيميل معاه جوجل سكولر. يعني انا دلوقتي لو كتبت سكرول دلوقتي وهيظهر لي الجيميل بتاع الايميل بتاعي هيظهر لي على ايوه طول. شوف، وانا معاك يا دكتور قدام ما نبدا ماشي يا دكتور. بامتلاك اي حد من حضراتكم جميل، فهو يقدر يفتح قناه خلال ثواني، ويقدر يفتح جوجل سكولر على طول. يعني انت اهم حاجه معاك المفتاح بتاع البيت، المفتاح بتاع البيت ده اللي هو الجميل، جوه بقى تقدر تفتح ايوه اللي هو خدمات جوجل. اي دكتور فتح جوجل سكولر عندك لسه؟ أنا فاتح عندي يا دكتور. جميل خالص، هتلاقي اسم المستخدم هنا طبعا وبياناته، لو عايز تعمل ساين اوت او خروج او تضيف حساب تاني هتلاقي على اقصى اليسار السيتنج الاعدادات الخاصه بيك حضرتك، هنجيها بعد شويه، وهتلاقي الماي بروفايل الصفحه الشخصيه الخاصه بيك، مش في جيميل، خاصه بيك في جوجل سكولر زي ما هنشوف بعد شويه، والماي دايبرري او المكتبه بتاعتك، وهنا المكان بتاع البحث اللي انت بتكتب جواه اللي انت بتبحث عليه، عنوان البحث بتاعك. على سبيل المثال انت مثلا واحد واخد مثلا وحضركم هنا حد كليات انسانيه ولا كله كانت عمليه؟ عشان بس انا شغال اراء الاحتراف. أنا إنسانية يا دكتور بس لغات يعني. طيب ما... لا انا ما قصدتش كده، انا عايز كموضوع انا هختار. على كل حال انا عايز اكتب مثلا موضوع افكت مثلا اوف كليمت تشينج اون انسكت، تاثير التغيرات المناخيه على الحشرات مثلا، انا عايز ابحث عن الموضوع ده، او اقول له مولوكيولار فيسيولوجي اوف فيل ارمورم، او اقول له مثلا اي حاجه، خلينا نتكلم عن التغيرات المناخيه مثلا كده اهو. قال لي ادي بقى الابحاث، عندك حوالي كام؟ مليون و480 الف نتيجه لها علاقه بالموضوع انت كتبته. يعني كل الابحاث طبعا يعني زي ما انت عايز. طب لو حد من حضراتكم عنده موضوع عشان بس ايه نستخدم حاجه تطبيقيه من حضراتكم، يديني اسم اي حاجه كده وانا اكتب وراها ونبحث عنها. يلا. الذكاء الضمني ممكن يا دكتور؟ الذكاء بالعربي، الذكاء للذكاء الضمني. ايوه لا اقول له ابحث. دكتور معلش، اتفضل حضرتك. انا ببحث بالانجلش، بالعربي مش بيجيب معايا بحث، لا هو مش بيجيب معايا. بيجيب الاثنين على فكره، هو شغال عربي وانجليزي كل الوقت. الشاهد يعني هو شغال بالاثنين، عشان هو بس قاعد اقل من دقيقه وهيفصل، فاحنا هنقعد شغالين لغايه ما يفصل. هو بيبحث دكتوره بالعربي او بالانجليزي حسب الموضوع بتاعك، الموضوع بتاعك ده متاح منه حاجات بالانجليزي بالعربي ولا مش متاح؟ لكن الكليات الانسانيه اعتقد في وفره منها في الابحاث المنشوره بالعربي، على عكس الكليات العمليه، الكليات العمليه اغلب شغلها انجليزي، فهتلاقي صعوبه ان نلاقي مصدر عربي، حتى لو بعض الدول زي العراق الدول دي بتنشر حاجات بالعربي في المجالات العلميه لكن محدوده يعني. الشاهد انا كتبت فظهر لي مين؟ نتيجه لي عندك 120 نتيجه او بحث بيتكلم عن الذكاء الضمني ده. طبعا قد يكون مش كلهم خاصين بشغلي، يعني فيهم حاجات تبعي وفيهم حاجات مش تبعي. يعني هنا مثلا في حد تبع طلبه الجامعه، تبع طلبه الابتدائي، الاعدادي، الحضانه، فانت ممكن تبقى شغال على فئه عمريه معينه في الشغل بتاعك، مش كل ده، فهتبدا تفلتر بعد شويه زي ما هنشوف لما يفصل ونرجع تاني.